المشاهدين ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر من طاقة مدينة الدار البيضاء. يعني في المقطع طبعا حادث سير خطير ما بين دراجة نارية وسيارة، الآن تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل نقل سائق الدراجة النارية. دائما في الليل كيكون واحد التهور ديال اصحاب السيارات ولا اصحاب الدراجات، يعني بالليل كيقول حكا راه الدنيا خاويه، اجي نحرك الضوء الاحمر ولا اجي نمشي بسرعه ولا اجي هكا. هذه هو السبب ديال حوادث السير، دائما بالليل حذو راسكم، يعني دائما بالليل كتكون كثره ديال حوادث السير فحذو راسكم. مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم في هذا البث المباشر على اساس اننا نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله.